ثوره مبسوط فيها 12 غنيه راضي عن حالك الحمد لله ثوره اهم شيء واحد يكون راضي عن حاله يعني ما بيهم غير ان شاء الله ايش في تحفظ في 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 شو اسمه سستين هذا الايكو بدك حدك على الابيض هون انا سيلات قصدر قصدر بلش عم يتمرن لماشي خلص حتى براسه لا خلاص اخذ معه البافل لفوق على الاوضه هذا انت لو كنت مع حصة الماضي وكان في غنية الفيروز كان ذبحك ذبحك انا كل ما يكون في غنية الفيروز اخدها وفل يعني خيال ما حدا طالع فيها يقولوا اكيد اني بس في غنية ما اخدت انا كنت طالع توب 1 وسافرت على تركيا واجت غنية الفيروز انا وبتركيا اخذها مينا وريتا شو زعلت وحطيت بعد هلا حد بقلبه هلا بغني لكم اياها كمان انا سامع انا عندي مش سامع انت سامعين الصوت عندي بجنن عم بتترجج مغرم مغرم عليك على طول وانا صابر وصابر هوايا تاني يا لا لا ويا لا لا يا عين يا عين نرجع ليك ما قاعدين يزيني من الكلام
ما بقاش ياكل معاك علاش تكبي وتباني قدامي فرحانه لي خالق قادر يبني جنابك حقول وديان يا جبال الريف شوفي قدام طريق النور مفتوح لقدام يروح الليل ويطلع صباحك يزول الشوك من ورد العرسان يا جبال الريف علاش تكذبي وتباني قدامي فرحانه لي خالق قادر يبني جنابك حقول وديان يا جبال الريف شوفي قدام طريق النور مفتوح لقدام يروح الليل ويطلع صباحك زول الشوك من ورد العرسان يا جبال ذو جناح وطير من شعورك قلبي تيلاقيك وقابلي صوت بكراح وانا ناطر ترجعي مشتاقه مش عارف قوي تقولي لي الله قلبك لكن بعده مع المفتاح طيب طب فين ال فين ال خلاص منك ملي ان شاء الله بعد نعمل هيك اغاني ان شاء الله رحب القلب ان شاء الله الله يوفقك يا اخي رحب القلب وقت تطلع ولا برا ما تفكروا بشيء غير ما تعملوا اغاني عن جد انا كل الباقي ما له حل انا تم اخفي عليكم اول ما طلعت على الاكاديمي كنت كل الوقت عد اللايكات نزلت صوره قدام مثلا التارجت تبع اللايك 6000 لايك مثلا اقعد انطرهم طيب وصلوا على 6000 ارتاح بعدين هيك اول شهر ضليت هيك اعمل بعدين الناس بتقول انه انا حياتي بلا طعم اذا بدي اقضي عد اللايكات وعد انه زادوا الفولورز ونقصوا او ايه عملت ايه اول اسبوع لو خرجت ايه اول اسبوع كان جحيم مع اهلي صراحه يعني ما كنت قادر اول شيء عملوا لي كثير مهرجان يعني وقت طلعت بالضيعه عنا بقسطة واحتفالات وهيك وفرقاع وامي كانت عملت الشوكولا مرسوم عليها صورتي حسيت حلو انا مش من المجموعه طلعت صراحه حسيت انه هذا هو الفنان يعني ايه بعدين صرت هيك مش كتير يعني يضيق خلقي من الناس عرفت لانه تعودنا اربع اشهر ما نشوف حدا فجاه هيك صاروا كل الناس عم يجروا عنا ومن وين